ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة هنجرب مع بعض تليفون سامسونج الجديد A50. كل حاجة هنصورها النهاردة هيبقى بالموبايل الجديد سامسونج A50، وعشان نشوف قوة الكاميرا بتاعته عاملة ازاي. وزي ما انتوا عارفين انا بحب التصوير جدا، فاهم حاجة بشوفها في الموبايل هي الكاميرا، دي اهم حاجة. وتاني حاجة بتبقى البطارية، وعشان تجرب اي موبايل واي كاميرا موبايل لازم تخرج في مكان زي بارك او حديقة يكون فيها شجر، الوان شجر مختلفة، عشان تشوف الوان الكاميرا عاملة ازاي. سعر الموبايل في المانيا هو 330 يورو، وبيجي ضمان مع الموبايل سنتين ومع بطارية الموبايل سنة واحدة. اساسا مش بستخدم الموبايل في التصوير، انا اللي بيهمني بس في الموبايل تصوير الصور بس. انا معايا كاميرا سوني بصور بيها الفيديوهات، ومعايا موبايل ايفون 8 بلس ده اللي بصور بيه الصور بس. بامانة من ساعة ما انا استخدمت السامسونج بقالي كام يوم بستعمله وانا مش طايق ابص في الايفون، مش عارف ليه. تعالوا نشوف مع بعض الكاميرا الامامية كده اللي انا بصور بيها. دي 25 ميجا بكسل زي ما انتوا شايفين عاملة ازاي. كمان الميكروفون بتاع الموبايل فيه عازل للصوت، يعني بيطلع صوتي انا والصوت اللي حواليا بيطلعه زي ما بيطلع الصور كده بلور، بيعمل له ازالة لصوت الخلفية. اعتقد اللي انتوا سامعين كده هتشوفوا في الفيديو كمان. زي ما انتوا شايفين الكاميرا الامامية ممتازة جدا. تعالوا بقى نجرب الكاميرا الخلفية، وهي برضو 25 ميجا بكسل، وفي ورا 3 كاميرات، كاميرا 25 ميجا بكسل، كاميرا 16 ميجا بكسل، كاميرا 5 ميجا بكسل. دلوقتي احنا بنصور بالكاميرا الخلفية 25 ميجا بكسل. ودي الوايت كاميرا بتاعت الفيديو، وفي كمان وايت كاميرا للصور. شايفين الوايت كاميرا عاملة ازاي؟
الموبايل ده اعتقد سعره في مصر 6500 جنيه، اعتقد يستاهل السعر ده. تليفون مش غالي، فيه امكانيات قوية جدا، بس يعني ما يختلفش عن التليفون الايفون 8 بلس، بالعكس ده فيه مميزات اكتر من الايفون. اي صور اي فيديوهات هناخدها بالموبايل النهاردة مش هيبقى فيها اي تعديل ولا اي تصحيح للالوان. والموبايل ده كمان فيه الهايبر ليبس، انا مصور بيه في اول الفيديو ده مقطع كده هايبر ليبس، وفيه سولو موشن. وتعالوا مع بعض نجرب الصور اللي متاخدة بالموبايل ده عاملة ازاي. شايفين الجودة عاملة ازاي؟ بصراحة انا منبهر بالتليفون ده. تليفون بالسعر ده وبالامكانيات دي 10/10 الصراحة. لازم استعمل التليفون ده بجانب الكاميرا السوني اللي معايا في تصوير الفيديوهات، ملهاش حل تاني الصراحة. على فكرة انا ولا بعمل دعاية للمنتج ولا ليا مصلحة في حاجة، انا بس بقايم المنتج اللي انا اشتريته. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. ادعموني بلايك وكومنت وشير. سلام.